أثابكم الله. هذا سائل يقول: هناك من يفرق بين الإيمان والعمل ويقول أن الله تعالى فرق بينهما في قوله آمنوا وعملوا الصالحات. ما فرق بينهما، والعطف ليس للمغايرة، وإنما هذا من عطف الخاص على العام. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا عام عطف عليه العمل وهو خاص لأنه داخل فيه، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل تقول أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات الخمس؟ ما حد يقول هذا. العطف هنا ليس للمغايرة، وإنما هو للبيان أهمية هذا الشيء المعطوف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن عطفها للاهتمام بها. فلا شك أن العطف ما يكون دائما للمغايرة، وأن المعطوف غير المعطوف عليه. لا، نعم.